every night, big dreams, praying that we make it to 16. محمد حماد المحامي والإعلامي الشاب من غزة قام بخطوة رائعة وسط المجاعة التي تعصف بشمال غزة. محمد أطلق مبادرة لزراعة الخضار والفاكهة وتوزيعها على المحتاجين. في مبادرته قام محمد بزراعة مختلف أنواع الخضار والفاكهة في أراض خصبة بشمال غزة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه ومخاطر القوات الإسرائيلية هناك. استمر محمد في العمل بجد وإصرار لتحقيق هدفه في توفير الغذاء لأهل غزة. هذه المبادرة ليست مجرد زراعة، بل هي زراعة للأمل والتفاؤل في قلوب الناس. لنشاهد. جايكم ببشارة وما يسر القلوب بما يخص الشمال وأهلنا في الشمال. لما تحدينا الكل وتحدينا الاحتلال وقالوا عنا مجانين وزرعنا الشمال، قبل شهر ونص تقريبا شهرين في شهر رمضان المبارك بدأنا في زراعة أرض الشمال تحت عنوان غزة تغيث نفسها. وفضل ربنا من زرع حصد ومن صار على درب الله وصل. نجهز مع فريق عونا طرود الخضار لسد حاجة العائلات النازحة والمكلومة هنا في الشمال. ترتاحي من بطش العدا، لو مرة بقى نفتاكي بخلا ممتلا. كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا قمرتي، نالو من طلوعك وأنا كرث الحزن اللي بخاطري. يمكن إذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب طول مليك المعتدي. يا دمعنا بعيني رفح يوم الدمع لما نزح، طلت طحاب طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح. لما الحزن بالعشق يجوز كيف الحزن